خلينا ننتقل يمكن لموضوع تاني وننتقل للعراق. وفي شوارع البصرة في العراق في فرقة موسيقية قررت أنها تنشر الموسيقى التراثية والبهجة في الشارع. الفرقة دي بتجمع الناس حواليها كده ويقعدوا يتفاعلوا معاهم في مشهد بيعيد مرة تانية الأجواء المبهجة والأغاني القديمة لشوارع البصرة. خلونا نشوف التقرير اللي جاي فيه. في شوارع البصرة في العراق تقدم فرقة جمار الموسيقية عروضها للترفيه عن المارة وإحياء التراث الموسيقي الشهير للمدينة. ويعمل أعضاء الفرقة التي تغني أغاني شعبية على إعادة البهجة إلى مدينة العود التي كانت تعاني من أزمة سياسية وتقع تحت سيطرة داعش، مما قلل من وجود الفن والموسيقى. يعني شارع يفتقد للفن، ماكو فن احنا بشوارعنا، ماكو موسيقى، فاحنا بدينا نطلع بالشارع على مود نحيي تراثنا واغانينا القديمه، حتى يعني هي مثل عدوه تصير، عدوه فن، عدوه موسيقى، الموسيقى حياه، بهجه، سعاده تنطي للاخرين، يعني احنا مجرد انه قدمنا هنا مجموعه من الاغاني، الناس ابتهجت وغنت ورقصت، فهو هذا هدفنا انه نرجع السعاده ولو باغنيه. المجتمع العراقي ككل محتاج الفرحه، لانه هواي عاشوا بحزن، حتى الاغاني الجديده هي نفسها حزن، صارت الحانها كلها على الحزن. او الكلمات كلها على الحزن، فاحنا نحاول انه احنا نطلع هذا الجو، نطلع جو الفرح اللي بداخلنا ننقله للمجتمع نفسه، لازم نحاول نخلي الناس تعيش الحياه. حمل الالات الموسيقيه بحد ذاته هو شيء ممكن شوي جديد، كذلك اشراك النساء ضمن الفعاليات الغنائيه هو ايضا كان شيء. فالمجتمع بالبدايه يعني كان ما بين مستغرب وكان متقبل، بس بالتالي لما حسينا انه خطوه ورا خطوه انه الناس تطلبنا، حبتنا، ظلت تسال، اعتقد انه هذا ساعد من مقبوليه جمار عند الناس. وتأسست جمار عام 2020 وتنفق ذاتياً على نفسها من خلال ورش التدريب التي يقدمها أعضاؤها للشباب الذين يتدربون على آلات العزف والآلات الموسيقية.